بعد المرات كنخرج نمشي لتيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم كنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي، وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي ان كنت انا واحده من هذه تيبره. خديت زعانة وفاعي الله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس ما بقاش عندي في الكبده. مشاهدينا اهلا بكم، مرحبا بكم معنا بحلقه جديده من برنامجكم ولا تيأسوا. كتحضر معنا اليوم السيده امينه الزهري اللي كانت كتعاني من مشكل المس والسحر، والان ولله الحمد تشافت. عن معاناتها مع هذا المرض وكيفيه العلاج منه، هذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه مع السيده امينه. اهلا بك سيده امينه، الحمد لله على الشفاء ديالك. الله يسلمك ويرحم والديك. انا كنت مريضه. خا تفضلي. انا كنت يدي ورجلي كافيا السحر، الماس يدي ورجلي ما كنتش كنحركو. نعم. كنت كنطيح، كنتعصب، كنخرج، كنطيش برا، كنبقاش في الدار، ما كنحملش نبقى في الدار. او كنتي قلتي لي حتى يدك ورجلك ما كنتيش كتقدري تمشي؟ لا ما كنتش كنحرك مره، دابا الحمد لله. الحمد لله. وقلتي تحتي حتى شي يعني فني وصلت بك الحاله بزاف الصوت ديالك مشى؟ لا فمي تشد لي، بقيت 15 يوم ما كنهضرش، كنهضرش مره وما كناكل ما كنشرب. يعني مده 15 يوم وما كتهضري، على حسب ما فاش كنهضروا في الكواليس قلتي انك يعني الماء وما كدوزيش؟ لا كندوزوش. نعم. شحال المده وانت في هذه الحاله؟ دابا هذه عامين ونص. يعني قبل كنتي عادي؟ لا كنت عادي. ودابا رجعت هكاك دابا الحمد لله. عامين ونص. اول حاجه بانت عليك شنو هي؟ طحت وتعوجت. هذه اول مره؟ اول مره. مره هذيك الديزنت ما بقيتش كنقدر نهضر، ويدي ورجلي كنت صافي صافي كحشت في الارض، ما بقيتش كنتحرك ولا نوض ولا شي حاجه. وكنتي ما كتنعسيش على حسب؟ لا النعاس كنعس. لا النعاس ما كنعرفوش شي مره، يعني يا ليل يا نهار. والو ما كتشوفيش نعاس؟ عامين ونص والو النعاس؟ لا والو ما كايناش. واخا ملي شفتي راسك يعني هاد الاعراض، وهما اعراض واعرين يعني شويه صعاب، ما حاولتيش تشوفي مختص تعرفي اش بيك؟ سيرتو انك قلتي ان هاد البلاصه يعني ما كنتيش كتحركيها. لا والو. والهضره مشات ليك. يعني ما حاولتيش تشوفي مختص منين جاي؟ مختص منين جاي هاد الشيء؟ لا شفت، مشيت للطبيب ومشيت عند السكانير، ما خلصتش ما عملت. يقول لي ما فيك والو. يعني ما عندك مشكل في الراس؟ ما عندك مشكل في حتى حاجه؟ ما فيك والو. درتي سكانير؟ قالوا لي ما فيك والو. مشيت عند الفقهاء ما خلت فيه، مشيت كل واحد شحال كنزل. كل واحد اللي شحال كنعطوه كما كنت كنبقى كنقوز ديك السيمانه جوج كنجي والله شويش، واللي كنمشي كنرجع بحال اللي كنت. وباش عرفتي راسك عندك مشكل ديال السحر والمس؟ واللي فقد اللي كنمشي عنده كيقولوا لي فيك السحر والمس. وملي كتسمعي ملي كتسمعي القران مثلا كتخدمي؟ ما كنحناش نسمعوا، اللي كنسمعوا التلفاز كيجيب والله عين هرسه. نعم. التلفاز كيجيب والله عين هرسه. يعني كنسمع القران ولا شي حاجه كتبغي تهرسي التلفازه؟ ايوا كنجيب والله نهرس التلفازه، ما بقاش حدايا. وحتى في الصلاه كنتي قلتي لي ما كنتيش كت؟ لا والو ما كنصليش. قبل كنتي مواظبه على الصلاه، ولكن وقع لك هذا المشكل؟ ايوا الصلاه ما كنتش كنصلي، ما كنتش كنحمل نصلي. اللي كيقول لي نصلي كنبقى نبكي وكنسكت، كنجد للارض كنبقى نبكي 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 نبكي، كنوض كنسيب السداجه وكنصدق واقفه ونوض فحال. دابا الحمد لله بقيت كنصلي، بقيت كنوض، بقيت كنعمل الشغل ديالي للدار لراسي. الحمد لله. واخا يعني انت قلتي مشيتي عند مختصين، درتي التحاليل ديالك، الشبكه على الراس، لقيتي ما عندك والو، فكرتي قلتي يمكن المشكل عندي فيه السحر والماس، اجي نمشي ندير رقيه شرعيه. درتي الرقيه الشرعيه تبت؟ كنتي كطيحي ملي كيقرا عليك شي واحد رقيه شرعيه؟ كنطيح كنطيح كنغاوي. كنتي قلتي لي كتطلعي حتى للفوق وكت تهبطي، يعني انا يعني كاين يعني عرفتي تما عندك مشكل ديال المس. فجربتي الرقات هكا وكيبقى يعني كل باش كيتشافى. ما جابش الله. كيفاش فكرتي تعالجي عند الشيخ الهاشمي، يعني بمنتجات الشيخ الهاشمي؟ واحد خالتي كتبقات عليا اليوم اللي بغات غدا، حتى خي ما كيبغيش. هي اللي كتشوف القناه؟ هي كتفرج في هذه القناه وقالت لي دخل هذه القناه.
ودخلت في التلفاز بقيت كنتفرج لها انا كنشوف الناس كيتشافوا كنقول حتى انا عنتشافت انا عنرجع لاباس عليا كنشوف كنبقى مبكيت انا كيعز فيا الحال كنقول لا خصني حتى انا نرجع بحال ان شاء الله باذن الله ايوا صافي تما خديتي قرارك ايوا دابا ديك الساعه مشيت قلت خاي جا خاي الدالي بدوا هو ديك خالتي جاو هنايا ديك الليله هذيك بغيت فايقه يوم يعني بين قوسين قبل ما نوصلوا للدواء قلتي وصلتي انت للمرحله اللي جا عندك للدار كيقول صافي يعني هادو يقبلوها حتى يديموا الامانه امانته واخا الاعمار بيد الله وانما وصلتي لواحد المستوى اللي صافي يعني ما بقيتي ما كتهضري ما كتنوضي يعني الناس يعني بحال قلتي كيبكيو يعني كيشوفوا الفراق قريب وصلتي لهنا ودابا الحمد لله جاب الله الشفاء واخا جا خوك والخاله ديالك شرحوا البنات المار ما جيتيش معاهم انت لا جيت معاهم يا جيت معاهم يا انا ودخلت انا دخلت كنبكي اللي دخلت ما بغيتش ندخل كيجي والله يا ندخل بحال اللي يشبروني تما ايوا صافي ديك الساعه طلبت الدواء وشربته يومين ملي جبتي المنتج الاول ديتيه للدار استعملتي صافي كنسمع بقيه شرعيه كنبقى نتسوى كنطيح كان غير مره ما كنبقاش نعقل على راسي وني كيسمعوا وني بحال كيتصمكوا لي ما كنسمعش مزيان يعني عفوا يعني كتعرفي اش داير بيك ولكن باش انت ديري شي مقاومه من عندك ولا تهضري ما كتقدريش أيوة. ولكن اللي داير بيك راه كتسمعي كل شيء ايوا كنسمع ايوا صافي دابا الحمد لله دابا اول حاجه مشات منك ملي استعملتي المنتج الاول اول حاجه قلتي انا لاباس فيها قلتي المنتج الاول نعس نعم نعس بقيت كننعس نعس بقيت كننعس الحمد لله اللهم لك الحمد هاد الساعه الحمد لله واخا كملتي المنتج الاول جبتي الثاني جبت الثانيه صافي بقيت كنت كننعس عيد شويه ديك السيمانه الاولى بحال اللي اختار ما كنجي والله نخرج من الدار ايوا صافي بقيت كن الاولى زدت الثانيه حسيت براسي شويه مزيانه بقيت كنوض على رجلي بقيت كنحرك بقيت كنطيب في الدار كنعمل الشغل ديالي في الدار وانا ما كنتش كنخرج ولا كنت كنوض ولا كنت قلتيها دايما هي بس في الدار كنوض كنشوف شي واحد كيدا كيدور ولا شي حاجه كنبقى مكيان كيعز فيا الحال يعني كتقولي يا ريت انا شي نهار انا نوض وندير شغالي بيدي الحمد لله وربي كبير هي ربي كبير كملتي الثاني جبتي الثالث جبت الثالثه واحد البلاصه كنا قلت لك كنمشي ليله كنشوف الله بحالي انا رجع بحال اللي كنت قلبي كيحس لي بان هذيك البلاصه عاد رجع بحال اللي يعني باقي عندك التخوف منها ايوا هذيك البلاصه ما كنرتاحش من هذاك المكان شنو هما الاعراض دابا اللي كتحسي براسك تشافيتي منهم كنت كنعس بقيت كناكل انا ملي كنت كناكل كنرد كناكل شي كان عندك فقدان الشهيه وكان حتى يمكن توصلتي يعني هكا فقر الدم يعني 15 يوم انك ما كتاكلي ما كتشربي راه اكيد غيكون عندك مشكل فقر الدم بالنسبه لي ديك رجلك مزيان دابا كتمشي كلشي مزيان يعني باقي لي عيب حال تنامل في رجلي وصافي تنامل الاخر ان شاء الله بنتو على الوقائيه ما يبقاش شكرا ربي يخليك بارك الله فيك وبالنسبه دابا ملي كتستمعي للرقيه ولا كتسمعي للقران ملي كتصلي الامور عاديه عندك عاديه كنصلي بحال اللي ما كافيه شي حاجه يعني كتصلي مرتاحه دابا كنصلي مرتاحه كنصلي عادي ايوا الحمد لله الحمد لله شكرا الله يبارك فيك الحمد لله امينه على الشفاء ديالك امينه شفتي انت يعني كي كنتي واللي حكيتي لي راه اكثر من هادشي اللي قلتي لان بحكم شويه كتحشمي وهذا يعني على حسب انا ملي حكيتي لي شي حوايج اللي يعني الانسان لو كان سمعهم راه غيتصدم يعني شي حوايج صعاب بزاف 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 دازو عليك الحمد لله استعملتي ثلاثه ديال المنتجات جاب ربي الشفاء فشنو هي النصيحه اللي تنصحي المشاهدين اللي كيشاهدونا دابا بحكم تجربتي الدواء شفتي كي كنتي قلتي انه بالاولى جايه كتبكي الحمد لله جايه دابا كتضحكي الحمد لله فشنو هي النصيحه اللي تنصحي الناس النصيحه اللي مريض يتجأ نشيخ الدكتور الهاشمي يعني انتي جربتي وشفتي كي كنت جربت ودابا الحمد لله ما يبقاش يخسر الفلوس ديالو فشي بلاصه اخرى يجي يشري الدواء ديالو يستعمل ويكون على الخير الحمد لله شكرا لك امينه لانك جيتي وحبيتي تشاركينا وتشارك المشاهدين المعاناه ديالك مع المرض وكيفاش شافيتي وحنا اليوم جبنا واحد المنتج وقائي لك كهديه تستعمليه وان شاء الله كيف كان الخير في الاول يكون الخير في الثاني شكرا ربي يخليكم والله ينصر الله يزيدوا علم على علم ربي يخليك ربي يخليك الله يطول في عمره ويزيدوا علم على علم
المنتج ديالك أمينة ها هو معنا، نتعرفوا عليه. أول شيء بعدا كان واحد حالة شفاء، هاد السيد هو كان كيعاني مرض، ما كانش كيعاني من مشكل ديال ماسو السحر، كان عنده التهاب الكبد الوبائي نوع سي، والحمد لله استعمل منتجات الشيخ الهاشمي، ويعني زاوج بين الدواء الطبيب المختص اللي خرج لي الدواء ودار مكملات غذائيه للشيخ الهاشمي وتشافى. هذه حاله شفاء، وكنتمناو جميع الناس الشفاء. عندك هذا ديال الريق، قلتي كان عندك مشكل ديال النعاس، فهذا مجموعه من الاعشاب اللي كتساعد الناس اللي عندهم الارق ما كينعسوش كيتعصبوا، هي مجموعه اعشاب اللي كتعمل على كتريح الاعصاب، كتريح الانسان وكيخليه ينعس، وكينعس يعني كنقولوا نوم طبيعي، ماشي ينعس ويصبح دار راسه ولا منفوخ، كينعس مرتاح. راه انت ارتحيتي يعني كتنعسي كتحسي براسك كتفيقي شبعانه نعاس. مزيان الحمد لله. هذه معلقه صغيره في كاس ديال الماء طايب، كتخليه 10 ديال الدقائق كتصفيه وكتشربيه. نشوفوا المنتج الاخر. هذا المشكل ديال فقر الدم، بحكم انك يعني مده طويله كنتي ما كتاكليش هكا، فاكيد هذا غياثر لك على المكونات ديال الدم ديالك، واكيد غيكون عندك فقر الدم. فهذه كنديروا معلقه صغيره في كاس ديال الماء طايب، كنخلي واحد 10 ديال الدقائق كنصفيوها كنشربوها. هذه مزيان الناس اللي كيعانيوا من الانيميا، ومزيانه حتى للدوره الدمويه، ويعني مزيانه للداس بصفه عامه، مزيانه بزاف للذات. هذا المشكل ديال المصران، كان عندك مشكل شويه في المصران؟ نعم. كنت كنقدر ناكل مالا ياك، ما كنتيش كتقدر ناكل، قلتي كترجعي ناكل. هذا كنديروا معلقه في كاس ديال الماء، كنخليو 10 ديال الدقائق كنصفيو كنشربوه 3 ديال النوبات في النهار. عندنا العسل، هذا كنديروا جوج معالق كبار كل 8 السوايع، ياك كتخلطيه مزيان باش الاعشاب مع العسل يوقع واحد التجانس بيناتهم، وكتاخذي جوج معالقات كل سمحي لي كل 8 ديال السوايع. نتوما سمحوا لي وخا بارك الله فيك، ماشي مشكل. هذه زيتون، كان فيها رقيه شرعيه، كندهنوها الدس ديالنا كامله مع الدعاء والاستماع للرقيه الشرعيه. هذه مزيانه الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال المس، زي زيتون ممتازه بزاف الناس اللي عندهم مشكل ديال المس. هذه عند المشكل ديال تساقط الشعر، قلتي لي كان شعرك بدا كيطيح ودابا شويه الحمد لله. شويه هذا كتغسلي شعرك، ملي كتدخلي الدوش ديالك كتغسلي شعرك، كتدهني هاد الزيت لمده ديال 4 ساعات على ما كديري الصابون وتكملي العمان ديالك، وكتعاود تشلل شعرك، يعني كديرها والشعر نقي. كاينه هذه زيت ذاك المشكل اللي عندك في الارجل، تنملات والالام، هذه زيت كندهنوها على رجلينا جوج المرات في النهار، في الصباح وفي العشيه. وهذه زيت كندهنوها على المفاصل ديالنا والكتاف، وفين ما عندك موضع ديال الالم كدهنيها حتى جوج المرات في النهار، في الصباح وفي العشيه. وهذه زيت مزيانه هي مزيان المس ديال الاعصاب، هذه زيت كنشربوا معلقه صغيره في النهار، مره واحده في النهار معلقه صغيره. وكاين عندنا ماء محلو، ايه هذه كناخذوا مقدار فنجان ديال عامر الشاي. انا كنت عامر كنوصو، كنقتصدي عامر فنجان صغير ديال هكا، كناخذوا في الصباح العسل اللي قبل العسل. لا طبيعي، لان الماء 3 مرات في النهار طبيعي غيسالي قبل العسل، ولكن راه كيبقى المفعول هذا ماء مرقي. وكذلك معنا يعني سيدي رقية شرعية بصوت الشيخ محمد بن راشد الهاشمي، كنستمعوا لها على الأقل 3 ديال المرات في النهار. كتستمعي لها؟ كنستمع. باش كتحسي ملي كتسمعي؟ كنحس بالراحة ملي كنسمع لها. وكان والله كله شفاء، كنقولوها دائما شفاء للروح والبدن، هذا هو المنتج ديالك. أيوة أمينة، كنشكركم بزاف بزاف، وكنشكر الشيخ الهاشمي تنعيا وبحال الله ما يكونش. هذا الواجب. كنشكر الله وكنشكر البنات اللي خدامين معاه، وكنشكر كل شيء. ربي يخليك، وهذا الواجب. سمحوا لي بزاف. لا ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس حنا كنشكركم، انتم الاولين وضعتوا الثقه ديالكم في المونتاج، استعملتوه ربي ما خيبش، وكنشكركم شكر اخر انكم قبلتوا تصوروا معنا وجيتوا وحبيتوا تشاركوا المعاناه ديالكم مع المشاهدين ومعنا، وتوريو كيفاش يعني تعالجتوا منها. يعني الشكر لكم بزاف بزاف بزاف، ما سخيناش بك امينه. شكرا بزاف. نتمنوا لك مزيدا من العافيه. ما سخيناش بكم كذلك مشاهدينا الكرام، والى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامجكم ولا تيأسوا، الى ذلك الحين دمتم في امان الله.